ونبدأ الرادار من تطور لافت لا تزال ملابساته غير واضحة بعد، إذ ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم الذي شهدته منطقة بريانسك الحدودية ووصفه بأنه عمل إرهابي. كما قال بوتين إن الجيش الروسي يحمي البلاد ممن سماهم الإرهابيين والنازيين الجدد. نؤكد مرة أخرى بأن معركتنا هي ضد الإرهابيين والنازيين الجدد. إن الجيش الروسي يحمي روسيا وشعبنا من النازيين الجدد والإرهابيين، أولئك الذين نفذوا هجوما إرهابيا جديدا اليوم وتسللوا إلى أراضينا الحدودية وفتحوا النار على المدنيين. هذا وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بوقوع اشتباكات ما بين القوات الروسية مع ما وصفهم أو من وصفهم بأنهم مجموعة من المخربين الأوكرانيين في إحدى قرى مقاطعة بريانسك جنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا. وقدرت مصادر روسية عدد المسلحين الأوكرانيين بـ50 فردا كانوا قد تسللوا إلى المقاطعة القريبة من الحدود الأوكرانية. هذا وأكدت وكالة نوفوستي أن المجموعات تحتجز 6 رهائن داخل أحد المتاجر. للمزيد تنضم إلينا من موسكو مراسلتنا أريج محمد. يعني أريج، ربما بعض التفاصيل الشحيحة فيما يتعلق بملابسات والتفاصيل التي تحصل في بريانسك أو التي حدثت ولا تزال قائمة، غير أن الاستخبارات الروسية قبل قليل تؤكد أن الوضع هناك تحت السيطرة، ماذا في التفاصيل؟ تماما إيمان، كما ذكرت منذ دقائق صدر بيان عن جهاز الأمن الفدرالي الروسي وأكد أنه يسيطر بشكل كامل على الأوضاع في مقاطعة بريانسك ولا سيما في منطقة القريتين، حيث تواردت منذ صباح اليوم المعلومات التي تفيد بإطلاق نيران من قبل مجموعة وصفتها الجهات المحلية في تلك المناطق، ووصفتها لاحقا جهات الأمن الفدرالي الروسي بأنها مجموعة تخريبية أوكرانية تمكنت من التسلل عبر بعض المواقع على الحدود المشتركة بين روسيا وأوكرانيا. وذهب بعض الخبراء، سنستكمل بعد قليل ما قاله جهاز الأمن الفدرالي الروسي، لكن طبعا ذهب بعض الخبراء إلى أن هؤلاء تمكنوا من التسلل عبر بعض الطرق التي يستخدمها المهربون بين البلدين. وأيضا توقع هؤلاء الخبراء الذين رجحوا أن يكون الأمر كذلك أن تكون جهود الجهات الأمنية الروسية منصبة في المرحلة المقبلة عن البحث عن الجهات التي ربما تكون قد وقفت وراء تأمين العبور الآمن لهؤلاء والتسلل الآمن عبر الحدود المشتركة، في ظل طبعا التحديات الأمنية غير المسبوقة التي تعيش على وقعها روسيا والوضع الأمني المتوتر، وهناك حالة تأهب أمني معروفة في المناطق الحدودية مع أوكرانيا على وجه التحديد. فيما يتعلق ببيان جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أكد مقتل شخص ممن قامت هذه المجموعة التخريبية بإطلاق النار على القافلة والسيارة التي كان يقودها، وجرح طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، كان هناك 3 أطفال في السيارة إلى جانب هذا السائق. طبعا أكد جهاز الأمن الفدرالي إصابة هذه الطفلة بالفعل بجروح، بالإضافة لما كنت قد قلتيه أن الأوضاع تحت السيطرة، وعلى ما يبدو كان هناك استكمال لعمليات تحييد هذه المجموعة. هناك من تحدث أيضا من أن بعض أفراد هذه المجموعة تمكنوا من العودة عبر ذات المنافذ التي تسللوا منها إلى الأراضي الروسية، تمكنوا من العودة رجوعا إلى الأراضي الأوكرانية، وهو أيضا ما يحدو بالجهات الأمنية في المرحلة المقبلة للبحث وتحديد هذه المنافذ ومن ربما يقف وراء تسهيل حركة العبور والتسلل من خلالها. أيضا جهاز الأمن الفدرالي أكد على أنه يمشط حاليا المنطقة، وأكد أنه وجد وعثر على العديد من المتفجرات والألغام.